صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. بالتأكيد كلنا بنتابع يعني اللي بيحصل في العالم من أزمات للغذاء وأزمات في سلاسل إمداد الغذاء، ويمكن ده موجود في العالم كله طبعا على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية. لكن الفكرة إنه عايزين نتكلم مع حضراتكم في إنه إزاي الدولة المصرية اتعاملت مع مسألة أزمات إمدادات الغذاء، ويمكن التعامل هنا كان بشكل عملي بشكل كبير جدا. وبنتكلم على الشغل اللي حصل، المشروعات اللي حصلت في الكام سنة اللي فاتوا اللي يمكن ما كناش عارفين قيمتها غير لما حصلت هذه الأزمة على طول بعد يعني ما اشتغلنا في هذه المشاريع اللي كانت معمولة للمستقبل، لكن الحقيقة ان احنا احتاجنا لها على طول في المستقبل القريب، وده اللي خلانا نكون مستعدين بشكل كبير للأزمة اللي حصلت. ويعني من المشروعات اللي أنا بتكلم عنها واللي احنا بنجني ثمارها دلوقتي هو المشروع القومي للصوامع. المشروع ده يعني بشكل كبير هو سبب رئيسي في أنه ننزل كل يوم نشتري العيش من غير ما نكون يعني شايفين في أزمة أو شايفين في مشكلة، والعالم بيواجه أزمة في القمح. السبب الحقيقة أنه يكون كمان عندنا احتياطي من القمح يكفينا لمدة أكتر من 6 شهور، زي ما دايما بيأكد معالي رئيس الوزراء في الاجتماعات الخاصة بهذا الشأن. والميزة كمان المهمة من هذا المشروع أنه لما خلصنا المشروع ما وقفناش، ما اكتفيناش بكده، لكن الحقيقة كمان أن احنا ابتدينا نتوسع فيه. امبارح شفنا اجتماع مهم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي علشان يتابع فيه الإجراءات الخاصة بتكليفات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول زيادة الطاقة التخزينية لهذه الصوامع، وايضا كمان نقل التكنولوجيا وتوطين هذه الصناعه في مصر، لانه احنا في حاجه الى المزيد في هذا الشان. بكل تاكيد، وزياده الطاقه التخزينيه دي حاجه تطمن، ده بيقول لك ان احنا ان شاء الله السنه الجايه هنزرع ارض اكتر قمح من اللي زارعينها السنه دي، والسنه اللي بعدها اكتر واكتر لحد ما نحقق بالفعل الاكتفاء الذاتي. اهم حاجه في هذا المشروع اللي كانت هدير بتتكلم عنه دلوقتي وهو الصوامع هي الرؤيه. عندنا رؤيه، الدوله وضعت رؤيه، عارف اهميه هذا المشروع كويس جدا في المستقبل هتبقى عامله ازاي. احنا في 2014 كان عندنا صوامع طاقتها التخزينيه كانت كام؟ كانت 1,200,000 طن. جزء كبير منه طبعا بيتم فقده بسبب ان الصوامع دي صوامع ترابيه غير مجهزه بشكل كويس، وكتير منها طبعا زي ما قلت لحضرتك كانت صوامع ترابيه، نتيجه انه القمح اللي بيكون عندك يا دوب بيكفيك اسابيع مش شهور حتى. يعني في اي ازمه هتحصل بره تسمع عندك على طول، هنا هتسمع في ايه؟ هتسمع على طول في رغيف العيش. من هنا كان قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانه لازم نأمن غذاء المصريين، لازم يكون في مشروع قومي بانشاء 50 صومعة باحدث التكنولوجيا موزعه في 17 محافظه، وكمان تطوير الصوامع اللي كانت موجوده بالفعل. عشان كده لازم يكون عندك مخزون اكتر من 3.5 مليون طن. دول يكفونا قد ايه؟ يكفونا اكتر من 6 شهور يا هدير. وده الحقيقه كمان يعني مساله الصوامع والتوسع في مساله الصوامع بيمشي مع المشروعات اللي حصلت. لو احنا هنتكلم على توشكا، لو احنا هنتكلم على مشروع مستقبل مصر، فكمان الدوله شغاله في تنفيذ صوامع تخزين جديده في توشكا تصل ساعتها التخزينيه ل 500,000 طن قمح، وصوامع ثانيه في مشروع مستقبل مصر تصل ساعتها التخزينيه ل 120,000 طن. كل ده يخلي الدولة قادرة أنها تتعامل مع هذه الأزمة وأي أزمة أخرى عالمية، وده بسبب أن أنت خدت القرار من بدري بأنه يكون عندك صوامع مجهزة بأفضل التكنولوجيا الموجودة في العالم. خدت قرار كمان من بدري بأنك تتوسع في الزراعة، بقى عندك كمان مشروعات عملاقة بتوفر إنتاج بجودة عالية من القمح زي مشروعات مستقبل مصر وتوشكا وغيرها من المشروعات. عشان كده احنا بنزود اكتر عدد من الصوامع والطاقة التخزينية ليها كمان عشان تستوعب القمح اللي هيتم زراعته في هذه الاراضي. دي حاجة طبعا مطمئنة حبينا نصبح لحضراتكم بيها. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، اهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.